بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ضمن الأشياء اللي لازم نتطرق لها في الكيمياء التحليلية الدنسيتي وإشي بسموه specific gravity. أولا الدنسيتي الكل بعرفها عبارة عن الماس per unit، عبارة عن كمية المادة الموجودة في فوليوم معين، ووحدتها كيلوغرام لكل لتر، جرام لكل مليلتر، ممكن جرام لكل كيوبيك سنتيمتر، وهلما جرى. وهذه الدنسيتي معروفة جدا. الآن إيش هي السبيسيفيك جرافيتي وليش نستخدمها أصلا؟ السبيسيفيك جرافيتي هو شيء يشابه إلى حد ما الدنسيتي، لكن في له الظروف معينة عشان نحدده. السبيسيفيك جرافيتي is the ratio of the mass للمادة، ما هي عبارة عن نسبة الماس أو كتلة تلك المادة إلى الماس of an equal volume of water at 4 Celsius. فهذا هو الكونديشن، إن لازم يكون درجة حرارة تلك المادة 4 سلسيوس، أو الماس تاعها يساوي الماس للمي عند 4 سلسيوس. هذا بسموها specific gravity. والفارق بينها وبين الدنسيتي، يعني هي بنهاية المطاف ماس لكل ماس من فوليوم معين، أو لكل فوليوم من مادة معين، لكن الضابط فيها هو درجة حرارة مبدئيا. الفارق الثاني اللي هو density إلها unit، specific gravity ما فيش إلها unit، dimensionless. طبعا ليش مستخدمها؟ مستخدمها عشان نحسب التراكيز. طب وين؟ أنا منيجي نحن نشتري أي مادة من الستور أو الكيميكال ستور، بنلاقي على هذه المادة أو على هذه الكيميكال بنلاقي في عندي ليبل. هذا الليبل عليه قراءات كثير كثير جدا، هنا تحكي لي الانفورميشن لهذه المادة. لو أخذنا الهيدروكلوريك أسيد، حمض الهيدروكلوريك، نيجي بنلاقي ليبل يشبه إلى حد ما هذا الليبل. شو اللي بهمني هنا؟ بهمني أعرف specific gravity وكيف أطلع منها تركيز هذه المادة، لأنه لو تقرأ هذا الليبل ما راح تلاقي إنه إحنا حاطين لنا المولاريتي تاع ال HCl، كل حاطين أرقام ما إلها علاقة في المولاريتي. طيب إذا المطلوب إني أطلع هذه المولاريتي، عشان أطلعها بلزمني نتعرف على إشي بسموه specific gravity. وعشان أعمل هذا الشيء بدنا نركز على بعض المعلومات الموجودة في الليبل عشان نقدر نحسب هذا الشيء، وبدي أطبقها في قانون ما. المعلومات هي أولا الـ FW أو المولر ماس، هذا الرقم لازم أنتبه له، اللي هو المولر ماس للهيدروكلوريك أسيد مثلا في حالتنا هاي. اثنين، بدي أنتبه للرقم الموجود تحتي اسم المادة أو موجود تحته، هذا الرقم بسموه الـ SA. لا، كلمة الـ SA هنا اللي هي النقاوة، درجة النقاوة. والرقم الثالث اللي بلزمنا نتعرف عليه اللي هو الرقم اللي نحكي عنه نحن عنه الـ Specific Gravity. والـ Specific Gravity هو عبارة عن رقم بدون أي وحدات. هذول الثلاث أرقام هم اللي بلزموني عشان أحدد تركيز المادة في تلك البوتل، في ذلك المحلول. لذلك خلينا نأخذ المثال رأساً تاع الهيدروكلوريك أسيد، وبدنا نحسب كم التركيز تاع الهيدروكلوريك أسيد في هذه البوتل. الثلاث أرقام هم اللي لازم نركز عليهم. ينقصنا الآن نعرف إيش هو القانون. فالقانون مشتق من هذا التعريف أصلاً، فراح تشوف القانون ميسر بهذا الشكل. بحكي لك بدك تحسب المولاريتي، بدك تيجي تضرب 10 في specific gravity الرقم الموجود هنا، في الـ SA الرقم الموجود هنا أو أسفل اسم المادة، وتقسم هذا المضروب كله على المولر ماس اللي هو الـ FW هنا، ومنه بتطلع نحن المولاريتي أو تركيز ذلك السوليوشن. نأخذ الـ HCl كمثال. يعني لو بدنا نجي الـ HCl، الـ HCl زي ما احنا شايفين في عندي 2 SAs منه 36.5 إلى 38.1، فرح نحسب الـ 2 limits الحدين. فأول شيء رح نحاول نحسب المولاريتي الأم لما الـ SA 36.5%، وهذا تساوينا بدنا نطبق القانون رأسا. 10 ضرب specific gravity راح نأخذ الحد الأدنى اللي هو عبارة عن 1.185 مضروب في اللي هو الـ SA، طبعا في specific في الـ SA اللي هو 36.5. يتعامل مع او يتم التعامل مع الرقم النسبه بدون ما نحوله الى فراكشنز، الى رقم عشري، مقسوم على المولر ماس، والمولر ماس هو هذا الرقم 36.4046 ويساوي 11.86 مولر.
هاي لما تكون الاس اي 36.5. الان لما تكون الاس اي مثلا اللي هو 38، فراح نطبق نفس القانون، بس اللهم ان الاس اي بدنا نغيرها ونخليها 38 واثنين. بدنا ننتبه الى السبيسيفيك جرافيتي، ناخذ الحد الاعلى مثلا ضرب الاس اي 38 مقسوم على المولر ماس 36.46، وهذا يساوي لنا 12.42. مولار. فإذا أعطيت بوتل أو قراءات من بوتل وطلب منك أنك توجد مولاريتي، بدك تستخدم هذا القانون وتنتبه لهذه الأرقام الموجودة على الليبل. مثال: calculate the molar concentration of HNO3، معطينا المولر ماس لـ HNO3 in the solution that has a specific gravity، معطينا specific gravity، ومعطينا كم الـ SA من الـ HNO3 weight by weight طبعا. فعشان نحسب المولاريتي مرة ثانية، بنحكي 10 ضرب الـ specific gravity ضرب الـ SA مقسوما على المولر ماس، وهذا يساوي لنا 10 ضرب specific gravity 1.42 ضرب الـ SA 70% مقسوما على المولر ماس 63 جرام لكل مول، وهذا يساوي لنا 15.8 مولار. سؤال ثاني حكينا: how many grams of perchloric acid HClO4 are contained in 37.6 جرام of 70.5 weight by weight aqueous perchloric acid how many grams of water؟ ايش يعني؟ يعني عندي انا محلول من الهايبوكلوريك اسيد، من البيركلوريك اسيد، هذا المحلول HClO4 كميته الكليه 37.6 جرام كل المحلول، من ضمنه 70% 70.5% بيركلوريك اسيد، والباقي هو عباره عن مي. فالان مطلوب اني اوجد قديش جرامات ال HClO4 وكم جرامات المي. مع انه انا 70% من هذا المحلول هو عباره عن بيركلوريك اسيد، فبنحكي انه التوتال 37.6 جرام من السوليوشن ضرب 70 على 100 اللي هم البيركلوريك اسيد نسبته، هذا يساوي لنا كم جرامات البيركلوريك اسيد HClO4، وهذا يساوي لنا 26.5. إذا من 37.6 جرام 26.5 جرام منهم عبارة عن بيركلوريك أسيد، الباقي هو مي. فبالتالي هاي الماس تاعت ال HClO4 الماس تاع ال H2O يساوي لنا التوتال 37.6 جرام ناقص البيركلوريك أسيد 26.5 جرام، وهذا يساوي لنا 11.1 جرام من الـ H2O. ضمن المواضيع اللي لازم نعمل لها مراجعة هي عبارة عن الـ formula of chemical compound، يعني صيغ المركبات الكيميائية. وصيغ المركبات الكيميائية تقسم إلى ثلاث أنواع: الصيغة البدائية والصيغة الجزيئية والصيغة البنائية. لو أخذنا الصيغة الموجودة بين إيدينا وبدنا نصنفها، راح نلاقي إنه هذه هي أبسط صيغة، وهذه بسموها الـ empirical formula الصيغة الأولى أو الصيغة الأولية أو الأساسية من أي مركب، وهذه تعرف عليها smallest whole ratio number ratio of moles، يعني هذه الصيغة ما بنقدر نقسمها على إلا على واحد أو على نفسها، زي كأنه الأرقام الأولية 1، 3، 5 إلى آخره، ما بنقدر نقسمهم ويكون الباقي صفر إلا يكون في عندي fraction، فبالتالي بنسميها رقم أولي، وكذلك الصيغة الأولية. الآن لما نطلع على هاي الصيغة الثلاثة المنبثقة عنها مثلا لا على سبيل الحصر، راح نلاقي انه في تشابه كبير بين هذه الصيغ والصيغة الرئيسية، الا وانه لو ضربنا الصيغة الرئيسية في 2 بعطيني الصيغة الموجودة هون، ولو ضربناها في 3 بيعطيني الصيغة هذه، ولو ضربناها في 4 بعطينا الصيغة الاخيرة. يعني انه هذه الصيغ السفلية هي عبارة عن مضاعفات الصيغة الاساسية، مضاعفات الصيغة الاساسية، وهذا بسموها اللي هي الصيغة الأساسية مضروبة في عدد صحيح أو مضاعف، هي عبارة عن molecular formula أو الصيغة الجزيئية، وهذه هي الصيغة الثانية. وعشان نلاقي أو نوجد الصيغة الجزيئية هنا لازم أكون عارف شيئين: أكون عارف الـ empirical formula، و
واكون عارف المولر ماس للموليكيولار فورمولا، فلازم اكون عارفهم الثنتين. ليش؟ لانه بيجيني خطوات كيف بدي احدد الموليكيولار فورمولا من الامبيريكال فورمولا. لذلك عشان احددهم اول شيء لازم يكون معي الامبيريكال فورمولا مثل حالتنا هون. اثنين، لازم اني احسب المولر ماس للامبيريكال فورمولا، كم الكتله الموليه لهذه الامبيريكال فورمولا. فانا عندي كربون 12 زائد 5 ذرات هيدروجين، كل ذره في عندها مولر ماس واحد، زائد النيتروجين 14، فالموليكولار او المولر ماس هي 31 في هذه الحاله، جرام لكل مول للامبيريكال فورمولا، فبكون عرفتها. اخيرا بدي الاقي الريشيو، الريشيو هي عباره عن الانتجر هذا اللي لازم اضرب فيه، وهذا بنلاقيه من خلال القانون التالي، انه اذا اعطيت ولازم تعطى المولر ماس للموليكولار فورمولا، الصيغه الجزيئيه الكبيره المركب الطبيعي، راح نقسمها على المولر ماس للامبيريكال فورمولا اللي احنا طلعناه، بيطلع معنا قيمه ان، بنروح نضربها في الامبيريكال فورمولا بيطلع معنا المولر او الموليكولار فورمولا. وهذه هي الصيغه الثانيه زي ما حكينا. الصيغه الثالثه هي الصيغه البنائيه او ستراكشرال فورمولا، وهذه هي عباره عن كيف ارتباط الذرات في بعضهم البعض، كيف الروابط بيناتهم. ولو اخذنا مثال صيغه C2H6O، فراح نلاقي انه هاي الصيغه مثلا الايثانول له نفس الصيغه ودائث الايثر له نفس الصيغه، لكن لما نيجي للصيغه البنائيه راح نلاقي انه الايثانول هو عباره عن كربون مرتبط في كربون مرتبط في هيدروجين، وهنا عندي هيدروجين كلياتهم، بينما CH3OCH3 هو دائث الايثر فله صيغه مختلفه كليا في مساله البناء، فهو عباره عن هذه الصيغه. فمع انه صيغتهم الجزيئيه متساويه الا وهي هذه الصيغه، الا انه صيغتهم البنائيه كل واحد له شكل. برضو من الاشياء لازم نذكرها دائما ابدا، كيف نعمل حساباتنا الكيميائيه من خلال التفاعلات الكيميائيه، يعني كيف اطلع كمية الناتج المتكون، أو كيف أطلع كمية المادة اللي بحتاجها عشان أعمل التفاعل وإلى آخره. وهذه بتدخل في Stoichiometric Calculation Amounts of Reactants and Products، وعشان أسويها لازم أتبع خطوات معينة. الخطوات هي كالتالي: أول شيء إذا وجد عندي تفاعل كيميائي is بيعطيني B، لازم أول شيء أتأكد إنه balanced، إنه موزون، إنه الكميات على اليمين تساوي الكميات على الشمال. النقطة الثانية، بالعادة بيكون معطى معي كمية بالجرامات او بالمولات، اما للرياكتنت او للبرودكت، فايهما كان لازم، اذا كانت بالجرام لازم احولها الى المول، سواء كانت A او كانت لبي مثلا، فهذه بدنا نحولها الماسز نحولهم الى مولز، واذا كانوا موجودين في المول خير وبركة. الخطوة الثالثة، بدنا نستخدم المعادلة الموزونة اللي احنا اصلا اوريدي متأكدين انها موزونة عشان نطبق هذه الخطوة. فلو افترضت ان هون الفا وهون بيتا، فالأرقام اللي هم ألفا وبيتا لازم أستخدمهم عشان أطلع كمية مادة B من المادة A، إذا كانت مادة A هي المعطاة ومادة B هي المطلوبة. وأخيرا أحول كمية المادة B من المولز إلى الجرام بالضرب بالمولر ماس. لذلك المخطط هو كالتالي: عندي الماس لـ A، بدي أحولها إلى مول A من خلال قسمتها على المولر ماس لـ A، بعدين بدي أستخدم المعادلة الموزونة وأحول مولات A إلى مولات B من خلال الضرب في الريشو بيناتهم في التفاعل اللي هم الأرقام الموجودة أمام. ولاحظ هون conversion factor، فالمول A مع المول A بيروح، يبقى فقط مول B. وأخيرا بدي أحول هذه المولات إلى جرامات من خلال الضرب في المولر ماس. من الأشياء الضروري جدا أن نتذكرها، خلينا نأخذ عليها مثال مبسط بحكي لنا: what mass of carbon dioxide CO2 is produced when 96.1 جرام من البروبين is combusted، تم حرقه with oxygen. فعندي الكمية الوحيدة هي البروبين ومطلوب الكربون ديوكسيد، فلازم دائما أبدا أعرف شو التفاعل اللي بيصير وأكتب معادلته الموزونة. فالتفاعل اللي بيصير هو التالي: إنه البروبين واللي كميته عبارة عن 96.1 بتفاعل مع الأكسجين عشان يعطيني CO2 وH2O. المطلوب قديش جرامات CO2. بالنسبة للخطوات الموجودة في السلايد السابق هنا، لازم أول شيء أحدد البالانسد إيكويشن. اثنين، أحول الماس إلى مولز هنا. ثلاثة، أحول المولز إلى مولز من المادة الثانية من خلال الريشو بيناتهم. وأخيرا أحول هذه المولز إلى ماس. بالتالي لما نطلع على هذه التفاعل راح نلاقي إنه هذا التفاعل غير موزون،
هون في عندي 3 كربون، هنا في 1 كربون، إذا هو غير موزون في هذه الحالة، لازم من أوازنه. فعشان أوازنه نعمل موازنة كاملة ببين معي الآن التفاعل موزون. 2، بدي أحول الماس، والماس هي عبارة عن الماس تاعت البروبين 96.1 جرام، بدي أحولها إلى مولز. فعشان أحولها إلى مولز بدي أقسمها على المولر ماس للبروبين، والمولر ماس للبروبين هي 44.1 جرام لكل مول، بطلع معنا مولات C3H8. حسب المخطط السابق وجدنا مولات المادة A اللي هي عبارة عن البروبين في حالتنا هذه، نحولها إلى مولات المادة B، فبدنا نضرب في الريشو بيناتهم، والريشو هي موجودة في المعادلة الموزونة، لذلك لازم نستخدم المعادلة الموزونة، نضرب مولات المادة A اللي هي البروبين في الريشو بيناتهم. إيش يعني؟ إنه كل 1 مول من البروبين بيعطيني 3 مول من CO2، فالريشو هي 1:3، إذا كل 1 مول من البروبين بيعطيني 3 مول من CO2، ولاحظ إنه هو عبارة عن conversion factor، بطلع معنا مولات CO2، وأخيرا بنحول هاي المولات إلى جرامات من خلال الضرب في المولر ماس للCO2، بطلع معنا كم جرامات CO2 الناتجة عن حرق 96.1 جرام من البروبين مع الأكسجين. أخيرا وليس آخرا، هذه أسئلة مقترحة من كتاب الفاندمنتال أوف أناليتيكال كيمستري سكوك الطبعة 9، الأسئلة موجودة في الصفحة 81 إلى 80، بإمكانكم الاطلاع عليها وحل محاولة حلها. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم.